السلام عليكم وأهلا بكم مجددا. على وقع زلزال مدمر باغت الآمنين في ليلة الليلاء في مدن جنوب تركيا وشمال سوريا، خلف آلاف القتلى والجرحى والعالقين. قدر الجغرافيا كما يسميه الأتراك وضعها في مواجهة صدوع ذات نشاط زلزالي يهدد الأرض في كل لحظة. الكارثة المنتظرة جاءت على خلاف توقعات المؤسسات العلمية وأكبر من تخمينات مراكز الرصد، لنطرح تساؤلات مهمة: إلى أي مدى يمكن مواجهة هذه الكوارث، وما الذي يمكن أن تسفر عنه في قادم الأيام والسنين، وما هي استعدادات ليبيا ودول المنطقة إذا ما واجهت كارثة مماثلة لا يمكن استبعادها؟ وقبل البدء في مناقشة هذا الموضوع، تتقدم أسرة قناة ليبيا الأحرار بخالص التعازي والمواساة للشعبين السوري والتركي في ضحايا حادث الزلزال الأليم، سائلين الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوف الكرام في حوارية الليلة بعد فاصل قصير. أرحب بضيوفي. إذن سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية، أو معنا عفوا عبر خدمة سكايب من ماليزيا، أستاذ هندسة السدود محمد حافظ، ومعنا أيضا عبر خدمة سكايب من اسطنبول الصحفي إبراهيم الأدلبي، ومعنا عبر خدمة سكايب من اسطنبول الصحفي فراس أوغلو، كما سينضم معنا عبر الهاتف من أضنة المقيم بالمدينة وقائد الفوج أو بفوج المدينة مصرات عبد الهادي المجدوب. أبدأ أولا معك سيد فراس، إلى أين وصلت جهود الإنقاذ، وما هي توقعات الضحايا أو أعداد الضحايا والمصابين بالأرقام حتى اللحظة؟ نعم، يعني طبعا أول شيء نترحم على الذين سقطوا ضحايا في هذا الزلزال سواء في سوريا أو في تركيا، ونتمنى الشفاء العاجل. والأرقام تتزايد، يعني في الأمس واليوم ضعف الرقم، قبل قليل أظن كان الرقم 5000 وأكثر، 5400 وكسور في هذا الرقم، وأكثر من 21500 تقريبا أو من المصابين، ويعني الأرقام هي تزايد بشكل طاردي. توقعات أظن خلال الفترة القادمة يعني ربما سيزيد عدد الضحايا، ننتظر الوقت. طبعا نتكلم فقط من الناحية التركية، العالم في سوريا كم الأرقام تماما، لكن أيضا هي ترتفع بشكل أو بآخر. أنا بالنسبة لتركيا يعني المشاكل الجوية، المشاكل الأخرى يتم تجاوزها الآن، حقيقة يتم تجاوزها الآن، هناك إمكانيات واسعة جدا على عكس ربما ما يحصل في الشمال السوري للأسف. ما الذي تقصده بالمشاكل الجوية؟ تقصد حالة الطقس أم حالة الطرق التي تؤدي للمدن المنكوبة؟ نعم، حالة الطقس كانت سيئة، لذلك قبل أمس الجيش التركي والذي فتح 4 ممرات هوائية للطائرات، وهو الذي حقيقة قام بأمور لوجستية أكثر من المطارات المدنية، لأن حطاي وغازي عنتاب يعني مطارهما حتى الآن يعني غير صالح ربما للاستخدام، فوضعت أضنة وبعض المطارات العسكرية الأخرى لأن تكون مطارات لوجستية. الآن ربما أظن الأوضاع ربما أفضل من ذي قبل من الناحية الجوية. أيضا البرد هذا الذي يعني الأطباء هناك في الجنوب وجهوا نداء مهما جدا ألا يحصل ما يسمى بتجمد الجسم أو برود الجسم، وهذا يؤدي إلى الوفاة، يعني ذلك هذا أيضا سباق آخر، ربما يكون الشخص حيا ليس مدركا بأي حجارة أو صخور فوقه ولكن مخاصر والبرد يحاصره، وهذه يخفض حرارة الجسم ويؤدي إلى السبات والموت بعد ذلك. يعني كانت هناك إنشادات كثيرة في هذا السياق.
يعني ربما الخبر نعم الأطقم الميدانية التي تعمل في المدن المكوبة هي في صراع مع الزمن لمحاولة انتشال أكبر عدد ممكن من العالقين تحت هذه الأنقاض. سيد إبراهيم الأدلبي، يعني الوضع في سوريا لا يقل سوءا بل هو لربما أكثر بسبب غياب المؤسسات الرصينة التي بإمكانها التعامل مع هكذا الكوارث. قبل كل شيء، هل أطلعتنا على آخر تطورات في الشمال السوري؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين وأضيفك الكرام. دعنا نبدأ من الإحصائيات الغير رسمية لأعداد الوفيات في شمال غرب سوريا. وصلت أعداد الوفيات إلى 1120 شخص كانوا قد لقوا حظهم شمال غرب سوريا جراء انهيار الأبنية في العديد من المدن والقرى والبلدات في شمال غرب سوريا. تحدث عن مدينة الأتارب، مدينة جنديرس، أيضا صرمدة، حارم والعديد من القرى في شمال غرب سوريا. نعم، عمليات الإنقاذ ما تزال مستمرة على أمل أن يكون هناك ناجون تحت الأنقاض. أعداد الجرحى في تزايد، أعداد الوفيات أيضا في تزايد، وذلك عندما تصل فرق الدفاع المدني أو المدنيون المتطوعون إلى مكان ما بناء على بلاغ قبل المدنيين. تحاول هذه الفرق انتشال من هو على قيد الحياة تحت الأنقاض أو استخراج جثث المدنيين من تحت الركام. وطبعا نتحدث عن تحديدا عن مدينة ديرس اليوم، هذه المدينة التي هناك أكثر من 80% سوية على الأرض في هذه المدينة، عشرات العائلات أو العوائل عالقة تحت الأنقاض في مدينة ديرس. السوريون يتكاتفون اليوم جميعا من أجل إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين حقيقة، من نجا وحالف الخلق خرج من إن كان من تحت الركام وحتى قبل أن يكون تحت الركام، منهم من اتجه باتجاه سوريا التركية في محاولة منهم بحث قليل من الدفع لأطفالهم، أو منهم من الآن في العراء، منهم من يحاول أن يدفع في المركبات الخاصة أو العامة المنتشرة في الساحات أو الطرق الواصلة ما بين سنأتي معك سيد الأدلبي للتفصيل فيما يتعلق بالإمكانيات المتوافرة. أنت ذكرت حقيقة أرقام مخيفة ومرعبة وأليمة في ذات الوقت، بخصوص أن مدينة واحدة فقط من مدن شمال غرب سوريا 80% من البنيان أو العمران الموجود فيها قد سوي بالأرض. إذن النتيجة النهائية لعدد الضحايا ما يزال غير معلوم بسبب نقص الإمكانيات. قبل ذلك اسمح لي أن أتحول للسيد محمد حافظ وهو أستاذ هندسة السدود، سيكون معنا من ماليزيا. أستاذ محمد، زلزال يضرب جنوب تركيا، تبعاته تصل إلى شمال غرب سوريا بل تصل إلى مناطق أبعد بكثير، يعني لماذا هذا الزلزال يعتبر أكبر كارثة حلت على تركيا والمنطقة في العقود الأخيرة، حتى أنه يعتبر واحد من أكبر الزلازل المدمرة بعد الزلزال الذي حدث في ثلاثينات القرن الماضي بتركيا أيضا؟ أولا أهلا وسهلا بحضرتك يوفق، وأدعو الله الرحمة لشهداء الزلزال في سوريا وفي تركيا، ربنا يرحمهم أجمعين. من الناحية الفنية البحتة لازم نسأل نفسنا، الطاقة الزلزالية اللي تسببت في هذا الأمر أمس جاية منين؟ هي جاية من تركيا، دي جاية من جهة الشرق من اتجاه الهند والصين، وقبل الهند والصين جاية من جنوب شرق آسيا. جنوب شرق آسيا ناحية جزيرة فيجي وجزيرة سولمان، دول مطبخ الأساسي لجميع الزلازل اللي بتحصل في العالم. بعد كده بتنتقل الطاقة من هناك، تتجه تفضل ماشية لغاية لما توصل للمحيط الأطلنطي، وهناك في فالق يمتص الطاقة اللي جاية، وبتمر الأمور بشكل دورة، يعني تطلع من ناحية شرق أستراليا لغاية المحيط الأطلسي، وفي منتصف المحيط الأطلسي بتموت الطاقة هناك. فاللي بيحصل إنها بتمر بشكل سلس على المسار بتاع حزام النيران
هو الفوالق أو الصوادع وبتسبب زلازل بسيطة وهي ماشية 3 4 من ريختر 5 ريختر، ده عادي، ده ما فيهوش مشكلة. ولكن لما تيجي منطقة زي المنطقة اللي حصل فيها الزلزال ده وتبقى صامتة ولا يحدث فيها زلازل لقرابة شهر تقريبا مضى، لأن أنا بتابع قراءات كل يوم في معظم الدول العربية، فأنت يجي لك هاجس إيه اللي حصل؟ اشمعنى المنطقة دي ما فيهاش زلازل زي المناطق المحيطة بها؟ فده من ناحية جيولوجية بنفهم منها إن هذه المنطقة دي في عائق صخري يمنع مرور الطاقة بشكل انسيابي للمناطق الأخرى، فبيحصل إن هذه الطاقة بتتجمع في الصفائح التكتونية وتفضل تتجمع وتتراكم لفترة طويلة، وحتى تصل لدرجة إن الصخور لا غير قادرة على تحملها، فبيحدث حركة. الحركة دي بتتوقف على النوع الفالق، الفالق اللي حصل في الأناضول الشرقي، فالق الأناضول الشرقي اللي هو حصل فيه الزلزال بيتحرك بالشكل ده بشكل موازي، يعني احتكاكي موازي. فلما وصل حجم الطاقة إلى حجم كبير جدا الصفائح غير قادرة على السيطرة عليه، فانزلق بهذا الشكل في يعني منطلق عدة سنتيمترات وقد تكون عدة أمتار بيتوقف الأمر. كل ما زادت الحركة كل ما زادت قوة الريختر بتاع الزلزال. فهنا السبب إن طبعا يعني الأمر كله قدري تماما، لأن كمية الطاقة التي يعني استهلكت أمس في الزلازل، اللي هي مش زلزال واحد خد بالك، طيب تركيا وقع فيها أكثر من زلزال امبارح، حوالي 3 زلزال فوق 6 ريختر، كمية الطاقة التي انتقلت تعادل أكثر من 3000 ل 4000 قنبلة ذرية في حجم قنبلة ذرية هيروشيما. لذلك يعني المصيبة كانت جلل، ولازال يتوقع في زلازل أو ردود هتحصل ربما لغاية بكرة أو بعد. تتحدث عن أن القوة المدمرة والتي حركت هذه الصدوع في تركيا والتي أدت لكل هذه الزلازل تقدر ب 300 أو 300 قنبلة كالتي ألقيت 3000 قنبلة في حجم قنبلة هيروشيما. إذن ما يدور من أحاديث وأخبار متواترة على أن أعداد الضحايا قد يصل لعشرات الآلاف هو أمر مفهوم، أليس كذلك؟ وهذا ما لا نتمنى أن نصل إليه. يفترض لأن البنية الأساسية في المنطقة دي وخاصة في الجانب السوري للأسف يعني ضعيفة جدا، وربما يكون في نص الضحايا اللي هم هيتحسب في النهاية، إن في فرضا 10000 ماتوا، نصهم لم يموتوا من الزلزال، ولكن كما قال أحد الإخوة يكون ماتوا بسبب البرد، لأن ما فيش قوات. عند هذه النقطة اسمح لي أن أنتقل للسيد فراس أوغلو، معظم الضحايا هم لم يموتوا بسبب الزلزال وسقوط هذه الأبنية وتهدمها فوق رؤوسهم سيد فراس، بل بسبب بقائهم لفترات مطولة تحت الأنقاض، وهو الذي يخشى من أن الأعداد تزداد بفعل عدم تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم. الآن بعد مضي أكثر من 24 ساعة على الزلازل التي حدثت في جنوب تركيا، كيف هي وتيرة العمل بالنسبة لفرق الإنقاذ؟ يعني الحقيقة فرق الإنقاذ تقوم بعمل جبار جدا، يعني هذه ليست أول مرة، هم دائما على احترافية عالية يقومون بعمل كبير، لكن هذه المرة الكارثة أقوى من قدرة الاستيعابية التي لديهم. ربما كانت الزلازل السابقة يعني المهم هنا متفهمون على أنها تأتي في مدينة أو مدينتين أو منطقة محصورة، لكن أن تأتي على 10 ولايات بمدنها وقراها وجبالها حقيقة يعني هذا فوق الطاقة. لذلك منذ اللحظات الأولى كان واقعيا السيد وزير الداخلية وطلب المساعدة الدولية مباشرة، لأنه يعلم أن مقدار هذا طبعا وليس لوحده، هناك اللجان المحترفة حوله التي تقول له الواقع بشكل صحيح. لذلك نعم يعني تفضل الأستاذ الكريم حول هذه الزلزال وقوته المدمرة، فنسأل الله السلامة في كل الأحوال. الحقيقة حتى الناس هنا تعلم أن
يعني الزلزال الثالث الذي ذكره، نعم، في الساعة الرابعة وثنتي عشرة دقيقة أظن، وصل الإحساس به إلى البحر الأسود، يعني مثل سامسونج التي في البحر الأسود وهي بعيدة في الشمال، وصل الإحساس إلى هناك، لكن لم يصل الإحساس إلى في بلدية اسطنبول. لذلك هو أيضا كان أخذ منتصف تركيا إلى شمال البحر الأسود. الصراع مع الوقت، لكن بعد، يعني نحن اليوم في اليوم الثاني طبعا. حتى الآن وسائل الإعلام التركية تتكلم عن ناجون يخرجون ومنهم أطفال، يعتبرونها مثل معجزات رغم كل هذه الظروف السيئة والأحوال الجوية السيئة أو البرودة الشديدة، لنقول أيضا لها دور في هذا السياق. ربما لا يوجد طعام، لا يوجد شراب في هذا السياق، لكن نسأل الله الباقون أن ينجو في هذا السياق. لكن أنا أظن أن مع الأيام ربما تقل نسبة النجاة لمن بقي مفقود حتى الآن. كنت سأقول على أن هناك كان، يعني نعتبره خبرا جيدا فيه نوع من التفاؤل، توقفت أعمال البحث في مدينة كيليس، يعني هذا أن يعني لم يعد هناك أسماء لمفقودين أو ضائعين أو يعني عفوا غير موجودين. إذا هذا خبر جيد، ننتظر باقي المدن التسعة المتبقية. يعني هذا ممكن يعني ابسط ما يمكن ان نقوله. طبعا التكاتف، ايضا يجب ذكر مساله التكاتف في مؤسسات الدوله والمجتمع التركي وحتى كل مؤسساته، يعني على سبيل المثال حتى البنك المركزي التركي اعطى كل الشركات في الولايات العشره التركيه المنكوبه الى مده 6 شهور توقيف كل الديون والكريدي كارد وما شابه ذلك. ايضا عندما اعلن الرئيس اردوغان على ان هذه المناطق مناطق منكوبه، طبعا هذا يعني انها ستكون تحت قوانين خاصه تساعدها على بقاء قيد الحياه، بمعنى الامور التجاريه وغيرها. طبعا هناك طرقات مقفله حتى الان في بعض المدن، لم تصل الطاقه والكهرباء والغاز إلى بعض المدن وبعض القرى أيضا في هذا السياق. ربما أكثر مدن متضررة من ناحية البنى التحتية ملاطيا وعثمانية، وأكثر البيوت التي أحصيتها في الوقوع والهدم ربما غازي عنتاب وحطاي. يعني التقرير الذي جاء من مدينة أنطاكيا حطاي يقول كل البيوت تأثرت في الزلازل، كل البيوت طبعا من سقط وهدم هذا، وحتى البيوت المتبقية. والمدن الأخرى حقيقة فيها يعني وصل بعض منها إلى الكهرباء، لكن البعض الآخر لم يصل، يعني أسباب استراتيجية كما قال نائب الرئيس التركي، بأن عدم وصول الطاقة، استخدام المولدات، المحركات أيضا له دور خاص لحتى لا يحصل أي انهيار في أي نوع من أنواع الأنقاض والتراب التي فوق الأنقاض. طبعا يجب أن نشكر أيضا الكل، لنقل الدول التي أرسلت فرق إنقاذ، وطبعا فرق إنقاذ كان يأتي معها أيضا الكلاب المختصة التي تبحث عن الموجودين، عن الضحايا والناجين في الإنقاذ. وهذا أظن أمر يعني يجب ذكره وشكره أيضا لكل من ساهم بمساعدة الدولة التركية وأيضا الشعب التركي، ونتمنى أن تزيد هذه الأمور باتجاه سوريا أيضا. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، ونتمنى أن تتمكن فرق البحث والإنقاذ من انتشال وإنقاذ وإخراج أكبر عدد ممكن من الناجين. خالص التعازي والمواساة لكم سيد فراس أوغلو. يعني هو فعلا زلزال يوم القيامة كما وصفه المغردون الأتراك، بالرغم من أن البنية التحتية التركية مجهزة لاستقبال مثل هكذا الزلازل وحدث مثل هذا الدمار الكبير. شكرا جزيلا لك، سنكون على تواصل معك دائم لإطلاعنا على آخر التحديثات والتفاصيل فيما يتعلق بآخر المستجدات في المدن المنكوبة. ينضم معي الآن عبر الهاتف من مدينة أضنة الليبي المقيم بالمدينة والقائد بفوج مدينة مصراتة، عبد الهادي المجدوب. أهلا وسهلا بك سيد عبد الهادي. مرحبتين، مساء الخير لك ولكل الضيوف الكرام والسادة متابعي قناة الجلحة. ابتداء الحمد لله على سلامتك، كونك موجود في مدينة منكوبة، مدينة تعرضت لأذى وضرر كبير جدا. قبل كل شيء، هل أطلعتنا على آخر المستجدات داخل أضنة الآن؟ نعم، بالنسبة للزلزال تفاجأنا مساء صباح الأمس
عند الساعه 24 دقيقه بزلزال هو الاول من نوعه، يعني حدثنا الاتراك الموجودين هنا صغار في السن وكبار في السن بدرجه متوسطه انهم لم يشاهدوا مثل هذا الزلزال من قبل. ترى الناس جميعا في ظروف كانت ماطره جدا داخل مدينه أضنة، ودرجه الحراره تتراوح ما بين الصفر والدرجتين مئويتين. ترى الناس الى الخارج بملابس النوم يعني بالاحرى، وكذلك بدون اي حاجات اساسيه اخذوها. بقى الناس في الخارج لفتره 3 أو 4 ساعات، كون ان الزلزال الرئيسي تبعه العديد من الهزات الارتجاجيه، بالاضافه الى مدينه أضنة فيها العديد من المباني التي سقطت وتهدمت، وبعض وعدد كبير جدا من المباني التي تصدعت، ولا زال حجم الاضرار التي خلفه هذا الزلزال لم تحصرها السلطات التركية بعد. لا يزال الناس في الخيام، ولا يزال البعض في الشوارع يستخدمون الحطب للتدفئة، ولا يزال البعض معظم الناس يعني في سياراتهم خوفا من الرجوع إلى الطوابق العليا، مخافة حدوث ضربات زلزالية أخرى. الزلزالات في مدينة أضنة لا زالت مستمرة من حين إلى آخر، ولكن بوتيره منخفضه وبقوه منخفضه. هذا على صعيد الزلازل. اما على صعيد الاغاثه وما تعنيه ليبيا في هذا الامر، منذ ساعات الصباح الباكر تواصل معنا قائد فوج المدينه مصراته الاستاذ عبد الرحمن بادي بتوجه كل المنتسبي الفوج الموجودين داخل تركيا الى المناطق او المنطقه التي تسمى هنا في تركيا بالمنطقه الحمراء لتقديم المساعده ان امكن. والآن مجموعة من الفوج تتجه من مطار ميتيغا إلى اسطنبول لتقديم المساعدة هناك وتوجه في الأماكن المتضررة، بالإضافة إلى أننا ننسق الآن ونسعى مع الحكومة الليبية إلى التوجه إلى الشمال السوري وإمكانية تقديم مساعدات، كون الوضع هناك يعني الوضع في تركيا كارثي والوضع في الشمال السوري يفوق الكارثية، بالإضافة إلى أن الليبيين المقيمين في أضنة ولله الحمد لم يصبهم أي شيء من أثار هذا الزلزال ولله الحمد. السيد الرئيس منذ ساعات الصباح الأولى يتواصل معنا ويولي عناية الجالية الليبية الموجودة، بالإضافة إلى أن القنصلية الليبية تواصلت معنا قبل قليل لتقديم أي مساعدات في أي طارئ. لا زال الوضع داخل مدينة أضنة كون أحد المدن المنكوبة، وبعد أن أعلنت حالة الطوارئ فيها من ناحية لوجستية لمدة 3 أشهر وتعليق الدراسة، لا يزال الوضع ينتابه بعض الغموض من كون حدوث زلزال آخر عدم حدوث زلزال آخر. لا يزال الناس في ريبة، لا يزال الناس خارج المباني وفي أشد احتياطاتهم، يعني الوضع لا يزال مخيف في أضنة نوعا ما. طيب قائد عبد الهادي، يعني أنتم في الكشاف أو في مفوضية الكشاف مدربون إلى حد ما لاستقبال مثل هكذا كوارث، وإن كانت ليست بحجم مثل هكذا زلازل مدمرة، قياسا للوضع لما حولك وتجربتك السابقة وما اطلعتم أو قرأتم عليه في وقت ماضي، كم يقدر عدد من لربما يتصور أنهم ما يزالون تحت الأنقاض حتى اللحظة، وكيف هي جهود الإغاثة والإنقاذ من الفرق الميدانية داخل أضنة؟ نعم، نحن ككشافة وكمنتسبين للحركة سواء في مفوضية مصراتة وفي فوج المدينة مصراتة، تلقينا بعض التعليمات خلال خوضنا للحركة الكشفية عن كيفية مواجهة هذه المشاكل وكيفية التأقلم مع الأجواء الصعبة. ولكن حاليا يعني الضرر لا ينحصر فقط كما أسلف ولا لا ينحصر فقط في أضرار الزلزال، لا يزال الناس موجودون في البرد، لا يزال بعض الموجودون في البرد والصقيع. الآن درجة الحرارة يعني من المركز الذي أحدثك له لا تتجاوز 1 أو 2 درجة مئوية، بالإضافة إلى احتمالية سقوط أمطار. الناس على بعد أمتار من يعني يوقدون في حاويات القمامة، يوقدون النار لكي يقومون بالتدفئة. بعض الناس لا يزالون في سيارتهم كما أسلفت لك، ولكن الوضع بالإضافة إلى أن الزلزال الذي فوجئنا به الساعة 24 دقيقة بالأمس أحدث هزة قوية، فالمباني التي لم تقع تعرضت لهزة زلزالية.
فالناس بعض الناس الموجوده في المباني التي تقع لا زالت موجوده في المباني التي لم تقع، ولكن هذه المباني قد تكون عرضه لخطر اكبر كونها يعني الهزات الارتداديه لا زالت متواصله منذ اقل من ساعتين، كان هناك هزه ارتداديه، فهذه الهزه الارتداديه قد تخلف يعني ذعرا اكبر ومشكله اكبر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يسلم هذا البلد. شكرا جزيلا لك قائد عبد الهادي المحجوب، القائد بفوج مدينة مصراتة، كنت معنا عبر الهاتف من داخل أضنة، المدينة أو إحدى المدن المنكوبة في الجنوب التركي والتي تعرضت لهذا الزلزال المدمر. أعود إليك سيد إبراهيم الإدلبي، يعني إن كانت تركيا بمثل هذه التجهيزات ومثل هذه البنية العمرانية المهيئة إلى حد ما لاستقبال مثل هكذا زلازل وقع بها كل هذا الدمار وكل هؤلاء الضحايا، ماذا عن الشمال السوري؟ ماذا عن الأوضاع اليوم مع قلة ذات اليد وقلة الإمكانيات لمحاولة انتشال الناجين من تحت الأنقاض؟ وأنا أتحدث الآن في هذه اللحظات، هناك عشرات الآلاف من المدنيين ممن ما زالوا بالعراء يبحثون عن قليل من التدفئة من خلال محاولة إشعال بعض أقمشة أو حتى أيضا بعض الأخشاب، ولكن الظروف الجوية في المنطقة الشمالية من غربية لا تساعد على بقاء المدنيين في المناطق العراء، خاصة بسبب تسكل السيول الطينية، لأن المنطقة تتعرض لمنخفض جوي، درجات الحرارة قد تصل إلى ناقص 2 في الساعات القريبة القادمة، وقد تصل ذروة ارتفاع درجة إلى 8 فوق الصفر، إذا درجة الحرارة منخفضة جدا، هناك الأمطار ما تزال تتساقط، المدنيون حائرون ما بين العودة بين الاتجاه الركام أو المباني السكنية المتصدعة الغير آمنة أو مقاومة البرد في العراء. هناك قسم من المدنيون من تمكن من الوصول إلى حافلات النقل العام أو حتى الحافلات المدنية المتواجدة على الطرق العامة ما بين القرى والبلدات، يحاولون البحث عن قليل من الدفء داخل هذه العربات. هناك أيضا مدنيون وصلوا في الحدود السورية التركية إلى منطقة تجمع المخيمات وبدأوا بتشارك الخيام مع النازحين قبلهم، والنازحون بدأوا بمشاركة أيضا حدود عيشهم مع هؤلاء المدنيين الواصلين حديثا إلى المخيمات. هناك ضعف في الاستجابة من قبل منظمات الإغاثية داخل الأراضي السورية لأنها تعمل حقيقة بكامل طاقتها يعني في الساعات الأولى الزلزال. هناك كارثة حقيقية تحدث في المنطقة الشمالية الغربية من سوريا، هناك قرى وبلدات لم تتمكن فرق الدفاع المدني ولا حتى المتطوعون ذو الخبرة من الوصول إليها، اقتصر الأمر على بعض الحالات الفردية والتطوع الفردي من قبل سكان البلدة أو القرية ذاتها من أجل محاولة انتشال المصابين تحت الأنقاض. هناك عوائل القرى سقطت عليها المباني وتوفي الجميع تحت الأنقاض، لم تصلهم. طيب عذرا لك سيد إبراهيم، يعني هناك إشكالية يتحدث عليها معظم النشطاء السوريين فيما يتعلق بمسألة صعوبة نقل المساعدات إلى الشمال السوري بسبب إغلاق الطرق والمنافذ أيضا بعد مضي تقريبا أكثر من يوم على وقوع هذه الكارثة، هل جرى تدارك هذا الأمر وحلحلة الطرق وأيضا التعامل مع المنافذ التركية السورية؟ الجانب التركي يعمل جاهدا على فتح الطرق الواصلة ما بين مدنها الجنوبية، من ضمنها أيضا الطريق الواصل ما بين هاتاي غازي عنتاب إن كان الطريق القديم أو حتى الطريق الجديد، الطريقان يمران من منطقة معبر باب الهوى، عندما يتم فتح الطريق ما بين هاتاي غازي عنتاب سيتم فتح طريق المعبر الأول ما بين هاتاي باب الهوى، إضافة إلى من غازي عنتاب باتجاه أيضا عزاز باب الهوى، عزاز باب السلامة. إذن هناك العديد من المعابر، ولكن حتى الآن هناك محاولة من الجانب التركي لفتحها، ولكن يحتاج الموضوع إلى تفكير أكثر جدية في حال لم يتم فتح هذه الطرق بسبب الظروف الجوية القاسية التي أيضا تشهدها المنطقة الجنوبية من تركيا. وجب البحث عن حلول بديلة، وهي إما محاولة استخدام الطيران الهليكوبتر من أجل نقل المواد الأولية، نتحدث عن مؤولات الدفء والمواد الأولية والإسعافات الأولية التي بدأت المشافي والمخاطبية في الشمال الغربي من سوريا تعاني نقصا حادا، هناك
تحدثت عن قرابة 2500 أو 2400 مصاب تم نقله إلى النقاط الطبية وتلقي العلاج والإسعافات الأولية. هذا الرقم حقيقة هو رقم كبير جدا على القدرة التشغيلية والاستيعابية للمستشفيات والنقاط الطبية في أقل 48 ساعة، نقترب من مرور 48 ساعة على حادث بداية الزلزال الأول الذي استهدف المنطقة الجنوبية من تركيا وشمال غرب سوريا. نعم، آخر الإحصائيات تقريبا في ضحايا الزلزال في عموم سوريا قارب 2000 ضحية حتى اللحظة، وشارف على 4000 مصاب. الصحفي إبراهيم الإدلبي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. رحم الله الموتى وعجل بشفاء الجرحى، ونتمنى لكم يعني الفرج القريب على أمل أن يتم إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناجين الذين ما يزالوا يعانون تحت الأنقاض. شكرا جزيلا لك الصحفي إبراهيم الأدلبي، كنت معنا ضيفا عبر خدمة سكايب لإطلاعنا على آخر المستجدات والتحديثات فيما يتعلق بضحايا الزلزال في سوريا. أعود إليك مرة أخرى سيد محمد حافظ، هل هناك من أخطار محدقة ما تزال ربما تهدد شمال سوريا وجنوب تركيا بعد مضي أكثر من 40 ساعة على هذه الزلازل؟ فعلا، بالإضافة إلى أن قيل أن هناك عدد كبير من المباني التي لم تنهار بعد ولكنها غير قابلة أن يقام فيها سكان أو ينزل فيها سكان. هذه المناطق يعني يحتمل أنها ممكن في خلال شهر أو شهرين حتى بعد انتهاء فترة الزلازل، في حالة قدوم أي زلزال تاني بمقدار 4 أو 5 ريختر وهذا أمر محتمل، فمن الممكن جدا أن تنهار. لذلك لابد أن ننصح سكان ما يدخلوش المنازل أو خاصة العمارات العالية إلا بعد ما يتم الكشف عليها. دي نقطة. النقطة الثانية بقى اللي محدش بيتكلم فيها واللي هي تعتبر يعني خطيرة جدا، إن لو حضرتك بصيت في مركز الزلزال وعملت دايرة بقطر حوالي 200 كيلو هتلاقي في حوالي 5 سدود محيطة بالزلزال. هذه السدود يعني في منها سدود خرسانية وفي سدود منها رقمية. وقوعها في منطقة حوالي 200 كيلو من مركز الزلزال واللي وقع فيه امبارح مش زلزال واحد، على الأقل 3 زلزال كبار. فهذا يعني أن هذه السدود النهاردة بتعاني وممكن أي منها ينهار، ولكن لحسن الحظ أن حاليا السدود ما فيهاش مية كتير لأن الأنهار لم تبدأ تذوب أو الجليد لم يبدأ يذوب بعد. فأنا أنصح من برنامجك هذا الحكومة التركية أنها تقوم الآن بتخفيض مناسيب السدود إلى أوطى منسوب ممكن وتمهيدا لقيام أو قدوم المياه في شهر مارس بعد ذوبان التليج، وهيبقى فيه كميات ضخمة جدا من الفيضانات جاية، فلازم تكون السدود مستعدة لهذا الأمر. لذلك لابد من تفريغ المياه اللي فيها تمهيدا لاستقبال المياه الجديدة، ومن النهاردة لغاية منتصف مارس لابد من تخصيص فرق تصليح أو صيانة السدود للذهاب لتلك السدود والكشف عليها ومعالجة ما يمكن معالجته قبل أن تتعرض لضغوط كبيرة جدا من المياه اللي جاية في شهر مارس وقد تسبب انهيار أي ما. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، كنت معنا ضيفا عبر خدمة سكايب من داخل ماليزيا. الآن أتحول لضيفي أيضا من ليبيا، سيكون معي السيد محمد عبد الله وهو مدير الشؤون العلمية بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد. أهلا وسهلا بك سيد محمد. بعد وقوع هذه الزلازل رصدت أيضا بعض المواقع الليبية وجود هزة على سواحل مدينة درنة في الشرق الليبي. السؤال هو هل هناك أي مخاوف من ارتدادات أو لا سمح الله ما يتواتر من أنباء عن وجود تسونامي مثلا
قد يضرب السواحل الليبية؟ يعني كيف هو الوضع في ليبيا الآن بعد وقوع هذه الزلازل المدمرة في سوريا وتركيا؟ في البداية أتقدم بالشكر لقناة ليبيا الأحرار بسيادتك على الاستضافة، قناة ليبيا الأحرار مش غريبة على مواكبتها الأحداث التي تتم الشعب الليبي. في البداية ننتهز الفرصة هذه لتقديم اسمي المركز الليبي الشعار عن بعد بالتعزية للأشقاء في دولة سوريا ودولة تركيا. نسأل الله أن يرحم جميع الموتى ويشفي الجرحى والمصابين ويسهل في إنقاذ. طيب سيد محمد، يبدو أننا نواجه مشكلة معك في الصوت، حتى يعالج أو يتمكن الزملاء من معالجة هذا الخلل اسمح لي أن أنتقل لضيفي السيد سعد الزايدي وهو رئيس مكتب شؤون هيئة السلام الوطنية. أهلا وسهلا بك سيد سعد. ابتداء يعني طالما أنك في هيئة السلام الوطنية وهي واحدة من المؤسسات القديمة في الدولة الليبية، هل الدولة الليبية جاهزة لاستقبال مثل هكذا كوارث لا سمح الله إذا ما وقعت في الداخل الليبي؟ أستاذ سعد، أستاذ سعد الزايدي أنت معنا الآن على الهواء عبر قناة ليبيا الأحرار، رئيس مكتب شؤون هيئة السلام الوطنية، إذا ما كنت تسمعني. ألو، السلام عليكم. الصوت واضح معك. ألو. نعم سيد سعد، أسمعك بشكل جيد، أنت على الهواء الآن. أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله. كنت قد سألت عن مدى جاهزية ليبيا إذا لا سمح الله ما حلت هكذا كارثة فيها، هل لدينا القدرة على التعامل معها؟ أولا أشكركم على هذا اللقاء وأتمنى وأترحم على كافة الذين وافاهم الأجل جراء هذه الكارثة المتوترة في الزلزال الذي ضرب بعض المدن في دولة تركيا وسوريا، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى بعون الله. بالنسبة لهيئة السلام نشكركم جدا لهذه المكالمة لتوضيح وتعريف بهيئة السلام الوطنية داخل ليبيا وجبهة الإنسانية المتمثل في الإنقاذ والإطفاء إلى جانب العديد من المهام الأخرى. بالنسبة للاستعدادات اللي ممكن موجودة في دولة ليبيا كون دولة ليبيا يعني الحمد لله موقعها جغرافي بعيد قليلا عن هذه الكوارث يعني الشديدة جدا، لأن احنا ممكن نتعرض لكوارث بسيطة يعني مثل فيضانات مياه قليلة أو أشياء مثل هذه. هذا ما نتمناه سيد سعد، لكن وقع في ثمانينات القرن الماضي بليبيا زلزال مدمر في مدينة المرج، ارتدادات الزلزال التركي وصلت إلى سواحل درنا، الأحاديث من مراكز الأرصاد المختلفة العالمية تتحدث على أن هناك زلازل قد تصيب مصر وسوريا وعمان وحتى المملكة السعودية، وليبيا ليست ببعيدة على الأقل عن السواحل التركية ولا على مصر من ناحية البر. لذا هل نحن جاهزين لا سمح الله إذا ما حلت هكذا كارثة في بلدنا؟ الجاهزية بالنسبة لي عندنا أكيد عندنا فرق متدربة متدريب جيد على مثل هذه الكوارث، بس تعرف الظروف اللي مرت بها الدولة الليبية فالإمكانيات ما زالت تنقصنا بعض الإمكانيات، ونتمنى أن من المسؤولين في الدولة الليبية أن يلتفتوا لهيئة السلام الوطنية ومدها بالإمكانيات والأجهزة، وذلك لمواكبة العصر يعني والعالم الحديث. أنت تنظر لتركيا توا من الدول المتقدمة تعتبر، وشوف يعني الكارثة واجهتها وضعفت في 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 السيطرة على الإمكانيات، بدليل أن كل الدول تعاطفت وكل الدول بعثت يعني
مساعدات لدولة تركيا. من ضمنها تم بتعليمات رئاسة الوزراء وبتعليمات سيد رئيس الهيئة بتكوين جسر جوي لدعم الدول المتضررة من ضمنها تركيا يعني. وتم تجهيز مجموعة من هيئة السلامة الوطنية وارسالها لدولة تركيا وذلك المساعدة في 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 الإنقاذ والبحث وال نعم والإسعافات وما إلى ذلك. فليبيا إن شاء الله يعني بصواعدها أو برجالها تحاول ما نقولش إن هي يعني طيب استعداد نعم وضحت تماما. اسمح لي فقط سيد سعد يعني الفرق التابعة لمكتب شؤون هيئة السلامة الوطنية والتي وصلت الآن إلى الجنوب التركي أكيد لديها تقارير دورية تصلكم عن طريقها، آخر المستجدات كيف هي الأوضاع، ما الذي قدموه حتى اللحظة للدولة التركية وبإمكانك إطلاعنا عليه؟ والله حقيقة الآن لهذه الساعة ما لم اتواصل معهم يعني حاليا ما فيش اتصال بيني وبينهم بهذه الساعه لان هم في مكان يعني يصعب الاتصال بهم. نعم. عندنا طبعا بقياده لواء من ذوي الخبره في المجال هذا هو على راس المجموعه بالكامل. الاتصال به حاليا صعب شوي لانه هو كيف وصل قال نحاول ندير يعني وسيله للاتصال بكم. نعم. وأول ما يدير حيوفينا أول بأول إن شاء الله بهذه المعلومات وإن شاء الله يكونوا عند إن شاء الله يعني شو بقول لك إن شاء الله يكونوا بيقوموا بدور فعال في الكارثة الإنسانية اللي حصلت في الدول هذه إن شاء الله. أشكركم شكرا جزيلا وطبعا أكيد مجهوداتكم أيضا مشكورة. أستاذ سعد الزايدي رئيس مكتب شؤون هيئة السلامة الوطنية كنت معي ضيفا عبر الهاتف من داخل طرابلس، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. أعود مرة أخرى لمدير الشؤون العلمية بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد السيد محمد عبد الله. أستاذ محمد تسمعني بشكل جيد الآن؟ نعم نسمعك بشكل جيد. طيب بالعودة لتبعات أو تداعيات هذا الزلزال على السواحل الليبية بعد حتى وصول ارتداداته على ساحل مدينة درنة في الشرق الليبي على وجه الخصوص، هل من أخطار لربما ستهدد ليبيا بعد يعني هذه الزلازل؟ في البداية نشكركم مرة ثانية على الاستضافة، لكن احنا في مركز ليبيا الشعر عن بعد وفي مكتب علوم الزلازل لم نرصد أي زلزال قريب من درنا، فندنا هذا الخبر وقلنا الارتدادات وصلتش لليبيا والخبر هذا تنقلت وسائل الإعلام وتنقلت مجموعة من وكالات الأنباء أن في زلزال كان ارتداد لزلزال تركيا، هذا كلام غير صحيح. الهزة الأرضية في تركيا ما كانش لها تأثير على ليبيا لأن أول حاجة لبعد المسافة، ثاني حاجة لأن ليبيا واقعة في اللوح القاري الأفريقي اللي هو بعيد عن النشاط اللي صاير هذا صاير في اللوح العربي واصطدامه باللوح الأناضولي. نعم. فليبيا والحمد لله الآن بعيد عن أثار الزلزال. لماذا بعض مراكز الرصد السيد محمد عبد الله يعني نقلت أخبار عن أن مصر من ضمن الدول المهددة، سوريا كذلك، المملكة العربية السعودية، الإمارات وغيرها من الدول العربية، لسيما وأن ليبيا تربطها سواحل مع يعني مناطق تعتبر أرض زلازل كتركيا أو اليونان حتى؟ زي ما قلت هنا هي النظرية التكتونية لحركية الألواح تضع ليبيا داخل اللوح القاري الأفريقي وتعتبر منطقة غير نشطة زلزالية، لأن النشاط الزلزالي ديما يكون في بين اصطدام الألواح ولا في منطقة تباعد الألواح. ليبيا الحمد لله جاية في وسط اللوح القاري الأفريقي
وبعيدة على النشاط على المنطقة الزلزالية النشطة. هذا مش ما يبعدش ليبيا على وقوع الزلازل، وزي ما نعرف تاريخ ليبيا أن في زلازل صارت، لكن هيش منطقة نشطة زلزاليا زي المنطقة زي الخط التركي ولا يونان إيطاليا، لأن اللوح الأفريقي اللي موجود على ليبيا هو اللي يتحرك باتجاه اللوح الأوروبي. معظم الزلازل تصير في اتجاه أوروبا، في جنوب، في شمال البحر الأبيض المتوسط، اللي هو خط ناري اللي بين اليونان وإيطاليا. وتركيا، موضوع تركيا موضوع مختلف قليلا، لأن تركيا صدام مجموعة من الألواح مع بعض، مش لوح أوروبي وأفريقي بس، اللوح الأوروبي وأفريقي واللوح العربي واللوح الأناضولي يدفع من خلف اللوح الآسيوي. فهي منطقة حساسة جدا للزلازل، ويعرفوا الأخوة في تركيا عندهم خبرات كبيرة في الزلازل، وإحنا تلاقينا معاهم واستعنا بهم في فترات التدريب وفي التعب. طيب لماذا عندما تقع بعض فليبيا الزلازل، نعم أستاذ محمد، لماذا عندما تقع بعض الزلازل في تركيا أو اليونان يشعر من يقطن السواحل الليبية بهزات أو بعض الارتدادات البسيطة؟ أي تفسير لهذا الأمر؟ زي ما قلت هو في خط نشاط زلزالي قدام قبرص، اللي هو مقابل درنا ومقابل مياه مقابل الساحل الليبي. هذا الخط حتى هو نشط، هذا امتداد للخط الساحل، امتداد للوح الافريقي والانصدام بين اللوح الافريقي واللوح الاوروبي. فنتيجه الحركه مرات اللوح الافريقي لما يتحرك جهه اللوح الاوروبي تصير حركه حتى داخل اللوح، وهي هذه اللي تكون في الصدوع وتكون في الفوالق اللي داخل اللوح. لكن يعني لما نتكلم نقول ان ليبيا ماهيش منطقه نشاط زلزالي، انا اقصد ان نشاط زلزالي كثيف، لكن الزلازل هذه تقع في اي مكان داخل اليابسه ولا خارج ولا طيب اسمح لي استاذ محمد حتى استفيد من وجودك، كونك شخص متخصص وتعمل في مؤسسه هي مختصه برصد مثل هكذا كوارث. هناك من المتابعين الليبيين والمواطنين الليبيين من ربط هذا الامر بتسونامي لربما قد يصيب السواحل الليبية، وأنا أنقل لك فقط ما يذكر. الأمر الآخر يقول لك ليبيا ليست بعيدة عن مثل هكذا نشاط زلزالي، لا سيما وأن في ثمانينات القرن الماضي وقع زلزال مدمر راح ضحيته الكثير من الليبيين في مدينة المرج. وبالتالي هل من رسائل أو من ردود علمية رصينة لمثل هكذا أقاويل؟ اولا التسونامي زي ما قلت حضرتك، احنا تواصلوا معنا اكثر من الناس كانت خايفه الفتره اللي فاتت هذه، لكن التسونامي في العاده انه يصير في البحار المفتوحه، في المحيطات المفتوحه، لما يكون الزلزال لعمق كبير. لكن في البحار المغلقه زي البحر الابيض المتوسط من الصعب، ولا بنقدر نقول انه يصير تسونامي بالشكل اللي زي ما اللي صار في فينيسيا. لكن الزلازل اللي هي التاريخ الزلزالي لليبيا، انا قلت احنا ليبيا ما فيش مكان في العالم في منع عن الزلازل وما يكونش في زلزال. فليبيا عندها تاريخ زلزالي، تاريخ زلزال المرج اللي هو صار يوم 21 فبراير، وقريب قريب تو يكون ذكرى في سنه 63، كان المركز زلزال مدينة المرج القديمة، وكانت المنطقة الحياة كانت بسيطة، وكانت أغلب المنازل كانت قديمة، هذا لاش كان تأثير، مع العلم أنه هو كان 5.4، ما كانش زلزال مدمر. لكن الزلزال لما يكون في مناطق اللي هي المناطق التربة ما هيش مناطق الصخور، يكون ردة الفعل متاعها أقوى من لما يكون في منطقة صخرية. مثلا يصير في مناطق فيها جبال صخرية يكون ردة الفعل أقل. هذا ليش لما شفنا 5.4، لكن كان ليه تأثير كبير، طيب ماتوا حوالي 200 نفر. لكن رغم ما هوش هذا الزلزال الأكبر في ليبيا، أكبر زلزال في ليبيا وأكبر زلزال في أفريقيا يعتبر
هو زلزال القداحية في سنة 1935، يوم 19/4/1935 كان زلزال مدمر 7.1، زوز زلازل ارتدادية، واحد 5.9 والثاني 6.1. هذا أكبر زلزال شهدته ليبيا، لكن الحمد لله والحمد أن المنطقة هذه منطقة كانت خالية في ذاك الوقت، فما صارش فيها وفيات وما صارش فيها دمار، لكن هو هذا أكبر زلزال شهدته ليبيا. فزي ما قلت أنا، الحركة الزلزالية ما لهاش علاقة ب... ما تقدر ما نقدروش نربطها بالحركة التكتونية، بس لأن الحركات الزلزالية يمكن تتبع الصدوع والفوالق في الجو. هذا هو الجرافن، هذا هو سبب زلزال القداحية. طيب أختم معك بهذا الاستفهام قبل أن أتحول لضيفي ليبيا، لكن لله الحمد يعني لما نتكلم نقول نعم. أن ليبيا مش منطقة نشاط زلزال، وضحت هذه النقطة. وجدنا زلازل تصير فقط لضيق الوقت. أستاذ محمد عبد الله، البنية العمرانية لليبيا، يعني التطور التقني والهندسي الذي حدث في العالم لمواكبة مثل هذه الكوارث موجود في دول عديدة وجلها دول متقدمة، ليبيا للأسف ليست من بينها. في حال لا سمح الله إذا ما حصل أي نشاط زلزالي في هذه المنطقة، وإن كان بهذه المقاييس الدنيا تحت الخمسة مثلا كما ذكرت أنت، هل ليبيا مهددة بسبب البناء العمراني الذي يعتبر إلى حد ما قديم؟ والله لو كان الزلزال تحت الخمسة أنا ما أتوقعش أنه حيكون له تأثير كبير على البنية التحتية في ليبيا، لكن لو فات الخمسة وصل للستة حيكون له تأثير كبير، خاصة أن في ليبيا وجل الدول العربية ما فيش بناء على بناء للكود الزلزالي، بالاخص نقول ان في الدول العربيه كلها ما عندهاش كود زلزالي خاص بها، فاحنا في ليبيا نستعمل في الكود الزلزالي الامريكي، وهذا ما يعطيكش انديكيتد كامل على الزلازل. فالمفروض ان اي مبنى يبنى بده يكون يراعى فيه الكود الزلزالي في ليبيا. والشيء بشكل اكبر في اجهزه اللي هم اجهزه احنا المفروض واحنا موجودات عندنا، لكن مازال ما عندهمش، لان مازال توريد باقي الاجهزه هذه تتركب فوق المباني الكبيره زي الابراج، زي برج مثلا برج طرابلس ولا انتيا ولا في السدود، هذه تقيس في الهزات اللي هي الحركات والهزات اللي تاثر على المبنى، بحيث ان احنا لما نجي نبني مبنى مره ثانيه نراعوا فيه إجراءات السلامة هذه. أشكرك على كل هذه التوضيحات مدير الشؤون العلمية بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا ضيفا عبر خدمة سكايب من داخل طرابلس، وعذرا لك نظرا لضيق الوقت. أتحول لضيفي مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محي الدين علي. أهلا وسهلا بك أستاذ محي الدين. هل أهلا بك. تدق مثل هكذا كوارث كالتي وقعت في الجنوب التركي أو الشمال السوري نقوص الخطر لبلدان مثل ليبيا لتتخذ عديد الإجراءات، إجراءات السلامة لمواجهة أي أزمة لا سمح الله قد تحل بها؟ والله فعلا وحقيقة لابد من أن ندق نقوص الخطر لصناع القرار، حقيقة لابد من إنشاء أجهزة أو هيئات الإنذار المبكر حتى نواكب هذا التغير، سواء كان كوارث طبيعية سواء كان من زلازل. الكوارث الطبيعية حقيقة بدأت واضحة بالتغير المناخي وتطرف الطقس، فأعتقد جازما أن لابد من وقوف الدولة، وقوف صناع القرار على هذا الموضوع الذي أشرت إليه في حديثك، لابد من اتخاذ خطوات حازمة وجازمة في هذا الموضوع، حتى نكون لو لا قدر الله لو حدث مثل هذه الكوارث نكون يعني في مأمن على الأقل من هذا الذي حدث في سوريا، وفي في ليس بالمأمن الكامل ولكن على الأقل التقليل من الأضرار التي ستحدث. نعم، أنت تحدثت على أن التغييرات الكبيرة التي طرأت وحصلت في المناخ الجوي قد تهدد بلدان كانت مستقرة وبعيدة المنال عن مثل هكذا كوارث، هل ليبيا
من ضمن هذه الدول التي لربما ستكون مهددة؟ نعم نعم طبعا لست أنا لمن أتحدث، هناك تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هي من تحدثت عن هذا. هي ما قالت أن المناخ في تقاريرها أن الكوارث زادت بمعدل 5 أضعاف خلال 50 سنة الماضية. سبب ذلك التغير المناخي والطقس المتطرف حقيقة. لكن المفرح في الموضوع أو الشيء يعني اللي يخليك أنك تتفائل، نعم نتتفائل بعض الشيء، أن عدد الوفيات قل بمقدار 3 أمتال بسبب شنو؟ بسبب الإنذارات المبكرة وإدارة الكوارث. إذن لابد للدولة الليبية أو لصناع القرار أن يكونوا في مستوى الحدث. في طبعا المركز الوطني قام بإنشاء فريق الإنذار المبكر بالتعاون مع المنظمة العالمية للإرصاد الجوية، وبدأ يعطي في إنذارات يعني للحالة الجوية الصعبة أو للحالات الجوية التي فيها خطورة، سواء كانت من فيضانات جريان أودية أو عوامل أخرى، سواء كانت رياح شديدة، غبار، يعني عواصف رملية. كل هذه التطرفات حقيقة لابد من الحد منها والتقليل من خسائرها. في تقرير المنظمة حقيقة ذكرت أن من 1970 إلى 2019 خسائر المادية كانت 3 تريليون أو أكثر من 3 تريليون، يعني شوف الخسائر الهائلة اللي حدثت. هذا بالنسبة للجانب المادي. في الجانب الإنساني السنة الماضية في شهر 5 بالتحديد كان في جنوب السودان، خلينا في الدول العربية، جنوب السودان كانت نزوح 800,000 نسمة نزحوا من جراء الفيضانات. فياريت تكون الدولة أو يكون صناع القرار يعني واعيين لهذا الموضوع، التصرف المناخي والتغير المناخي الذي بدأ واضحا حقيقة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات، مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محي الدين علي، أشكرك شكرا جزيلا. كما أشكر ضيوفي الذين صاحبوني طيلة هذه الحوارية. كان معي أستاذ هندسة السدود بماليزيا محمد حافظ من ماليزيا، كما أشكر ضيفي الذي صاحبني عبر خدمة سكايب من إسطنبول الصحفي إبراهيم الأدلبي الصحفي السوري، وأشكر أيضا ضيفي الصحفي التركي فراس أوغلو الذي صاحبنا هو الآخر عبر خدمة سكايب من تركيا، وأشكر ضيفي الذي صاحبني عبر الهاتف من أضنة القائد بفوج الكشافة لمدينة مصراتة عبد الهادي محجوب، والموجود الآن داخل مدينة أضنة إحدى المدن المنكوبة في الجنوب التركي. كما أشكر ضيفي الذي صاحبني هو الآخر عبر خدمة سكايب من طرابلس مدير الشؤون العلمية بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد محمد عبد الله. إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام حوارية الليلة. تتقدم أسرة قناة ليبيا الأحرار بأحر التعازي والمواساة إلى كل من فقدوا أرواحهم في هذا المصاب الجلل، ونعزي الشعبين السوري والتركي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم أهاليهم جميل الصبر والسلوان، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوم أو أن يشفي كل الجرحى والمصابين وأن يرجع كل مفقود إلى أهله سالما معافا. إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حوارية الليلة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.